ضاحك وهادي ومنفعل، ذكي وعالم ومندفع، خلطة لا تجتمع في أحد إلا قليلاً. دكتور مبروك عطية على المسرح. حضرتك بتفضل لقب الدكتور ولا الشيخ؟ نجيبها من الآخر والحمد لله مصادفة تطلع لي كارت؟ أنا أقوى من الكارت. إيه بقى؟ بطاقة الدولة. البطاقة حضرتك تتفضلي وتقري اللي فيها، وهنا درس مستفاد على فكرة. شوفي حضرتك مكتوب إيه في البطاقة. مبروك عطية على ظهرها بقى ذكر مسلم. والوظيفة يا فندم؟ أستاذ متفرغ. أستاذ. أستاذ. يبقى لي شهادة يعني من الدولة. بأن أنا إيه؟ أستاذ. يبقى لا أحب إلا الأستاذ الدكتور. يبقى الأستاذ الدكتور. طبعًا. مش الدكتور. لأن يا فندم في بعد الدكتوراه بعشرة أعوام درجة اسمها الأستاذية. يحصل عليها اللي معاه دكتوراه بعد ما يكتب عشرة بحوث، وتتعرض البحوث على اللجنة العلمية، واللجنة العلمية تقيمها، وإن رأت إنها ترقى به إلى درجة أولاً أستاذ مساعد ترقيه إلى درجة أستاذ، ترقيه إلى درجة أستاذ. بعد الغلب ده البطاقة اللي مع حضرتك بتفتح مجال لأكلمك فيه باختصار شديد جدا. كان زمان من 20 سنة أو أكتر لما أقول أنا الأستاذ الدكتور ألاقي واحد على الميديا هدية شدية كدية كاتب إيه الغرور ده؟ أي أستاذ جامعة المفروض يبقى صاحب فكر. فأنا أقول الراجل ده بيفكر في إيه؟ أنا ما قلتش حاجة غير البطاقة. يعني حضرتك مش شيخ؟ تبقى أنا مش شيخ، أنا أستاذ دكتور. لا أقارن بيني. ما هو شيخ كمان ليها مقام، يعني ليها مقام إيه؟ روحي. كويس. الشيخ ده باختصار وأهم علماء الدين كانوا ملقبين بالشيخ فلان. كويس جدا، مفيش مشكلة خالص. وطلاب الإعدادية عندنا اسمهم شيوخ برضو، وبنقول له أي واحد يا شيخ متى يدرس أو يبلغ من السن عتية، وأبونا شيخ كبير يعني عجوز في السن. أكبر منصب في الأزهر الشريف هو شيخ الأزهر. الله يفتح عليك. وأنا لست شيخا للأزهر. ها. ولا شيخ بيقرأ في القرآن. يبقى شيخ ليه بقى؟ الشيخ حاجتين، يا شيخ بيقرأ في الميتم وأنا ما بقرأش في الميتم، يا شيخ بيقرأ على الترب على الموتى تقبل الله، أنا ما بقرأش على الترب، يا إما مولانا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر وأنا مش مولانا شيخ الجامع الأزهر. يبقى اسأل على يا شيخ ليه بقى؟ أنا أخد دكتوراه وأخد بعد دكتوراه أستاذية، وفي الآخر ما تكرمنيش باللي أنا خدته واللي الدولة قالته أستاذ. طب يعني حضرتك بتقول إنه من أول اللي بيقرأ على الترب لحد شيخ الأزهر، يعني ده اسمه شيخ وده اسمه شيخ. أيوة. اللي في النص إيه؟ اللي في النص بقى حسب كل واحد وحسب ميكانيكي، دكتور، مهندس، بزاي، أختريك، أي حاجة بقى. وأستاذ دكتور. الدعوة والفتوى وظيفة ولا شيء يقتدى به؟ يعني اللي يقدم دعوة وفتوى الناس تقتدي به ولا دي وظيفته؟ شوف أقول لك. أولاً نيجي الكلمتين، الدعوة والفتوى. الدعوة بالته، الدعوة إلى الله يعني. الدعوة. أفاجئك وأفاجئ أشاهديك بأن جميع الأمة الإسلامية دعاة، جميع الأمة بدليلي. بإيه؟ بالدليل قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. دعوة ولا مش دعوة؟ وقال كنتم بس يعني. مش كلهم بيفتي يا اختي شاطرة، ما تلعبش معايا بالألفاظ يا دكتور من أولها. لا أنا ما بعرفش اللعب. أنا كنت شاطرة في اللغة العربية. استني على يا وبعدين بطاقة حضرتك معايا. استني أنا مش هرجعها لبعد الحلقة. استني يا منى هانم، أنا ما بلعبش أول. ومناسبة كلمة ما بيلعبش دي، كان في زي آية قرآنية في قريتنا زمان أول ما نشأت اسمها اللي بيلعب بايظ. عشان كده أنا بيني وبين اللعب خصومة إلى وقتنا هذا، عمري ما لعبت كورة لأن أكره أن يقال فيا بايظ.
قرية. طب يعني لما قيل في القرية إنه اللي بيلعب ده بايظ بقت قاعدة خلاص؟ لا، ما بقاش بقى اللي بيلعب بايظ، بقى كل دلوقتي بيسعى وبقت مرتبطة بالكرة بس، بقى كل واحد دلوقتي بيسعى لكي يكون لاعبا أو ابنه لاعبا لما يحصل عليه اللاعبون من مال وفيه. يعني لو فيها مال تبقى حلوة، لو ما فيهاش تبقى بوظان. اسأليهم بقى من 60 سنة فات وحضرتك ما سألتهمش ليه وخدت منهم ليه واتكلت على الله؟ ما بس هقول والله انت بتفتحي فيا حاجات. خدت واتكلت على الله ومشيت وصدقت. ما اسالهمش انا. احكي لك موقف بس. كان فلاح جارنا بيكلمني على جاموسه وبقره وعجله ابويا الله يرحمه كان قاعد على المصطبه قدام البيت. بعد ما انتهى الحوار قال خد يا مبروك. قلت له نعم. قال كان بيقول لك ايه؟ قلت له كان بقول الجاموسة وقعت والبقرة ولدت والبتاع. قال ده هيجي لك سؤال في الفقه نمرة كام في الامتحان؟ قلت له مش جاي. قال يبقى ده عدوك اللي بيضيع وقتك وبيكلمك على حاجة لا هتقدم ولا هتأخر في امتحانك يبقى عدوك، أقسم بالله من يومها. طب يعني هي الحياة يا دكتور مبروك أيوة امتحان؟ الحياة ما بقتش معجنة إلا لما تدخلنا بأكثر من اللازم. أنا مطلوب مني شرعاً وعرفاً وعقلاً واجتماعاً أبتسم في وش الخلق وأكلم الناس بالشورت أنصر. الله يسترك يا أمي. شكراً، العفو، أهلاً وسهلاً، كتر خيرك وشوف ورايا إيه. قبل ما ننسى وأزعل لما أفتكر جميع الأمة الإسلامية دعاء إلى الله كل حسب علمه. في واحد يكون داعية إلى الله بأمره بالصبر المبتلى، يقول له اصبر يبقى دعا إلى بس الله. أنا مش بتكلم عن الدعوة بشكل عام يا دكتور، أنا بتكلم على اللي وظيفته ده اللي بيشتغل. أنت جمعت بين كلمتين. الدعوة عامة والفتوى، ولكن مش كل المسلمين بيعملوا بالدعوة كوظيفة. مش كل المسلمين بيتربحوا أو بيتقاضوا أجر من الدعوة. أقول لك بس على حاجة أو ده طبعا سيبك موضوع الأجر، يعني أنا ممكن أبقى داعية بأخلاقي بخلقي بحسن تعاملي. ده فايل تاني. تعالي للفتوى بس. الفتوى لا تكون إلا من عالم بصير. وأضيف لمعلومات حضرتك معلومة تهزلك الدنيا دي كلها. كل اللي انت شايفاه ده في البرامج الدينية والفتاوى على الهوى وفتاوى فتاوى فتاوى ليس فتاوى. أمال إيه؟ أسئلة وإجابة. زي اللي حضرتك بتقدم أسئلة وإجابة. أنا وغيري أسئلة وإجابة. أيوة بس هي أسئلة وإجابة، الإجابة تحمل فتوى. لا أبدا. يعني لما قول اسأليني يا منى هي إيه الفتوى حبيبتي؟ طب إيه الفتوى يا دكتور؟ حل إشكال. طب وهل أنا لما أقول لك أنا فطرت يومين في رمضان وأقول لك صوم غيرهم في غير رمضان حليت إشكال؟ لا بس إجابة حضرتك بتبقى ملزمة. بس لا مش ملزمة، يعني حل إشكال للمتصل. لا مش هندخل في موضوعات كتير. على قد سؤاله. أنا على قد طلبه. أنا هقول لك يا حبيبتي الفتوى حل إشكال. أديكي مثال للفتاوى. ذكر أبو حنيفة إن أخين اتجوزوا أختين. جه ليلة الدخول كل واحد دخل على امرأة أخوه يحسبها امرأته. كويس؟ نعمل إيه دلوقتي بقى؟ فأبو حنيفة شاف بعد ما قال لكل واحد هل أعجبتك التي دخلت عليها؟ قال له نعم. قال كل واحد يقول لمراته أنت طالق. وما دام كل واحد قال لمراته أنت طالق ولم يدخل هو المطلق عليها يبقى ملاش عدة. يبقى تستطيع أنها تتجوز اللي دخل عليها في نفس الوقت. ده مين يجيبها غير أبو حنيفة؟ طب أبو حنيفة عالم الحيل الشرعية. دكتور مبروك عطية عالم إيه؟ مبروك عطية صفوة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل. لو حياة دكتور مبروك عطية مسرحية تبقى اسمها إيه؟ اسمها من غير مبالغة هقول لك اسمين وأنت تختاري. ماشي. تواضع وإبداع. تواضع وإبداع، ده إيه التواضع ده؟ ده يعني تواضع ده منتهى التواضع، وإبداع ده تواضع أكتر أكيد يا دكتور. أكيد. طب أنا أختار لحضرتك تواضع. كتر خيرك. تواضع. التواضع أنا لي كتاب مطبوع اسمه الإسلام دين المعادلة. في هذا الكتاب اتكلمت عن معادلة التواضع المختلة عندنا. إنك تتواضع مع واحد ما دمت تواضعت معاه
ياخد عليك ويهزأك، أنا بجيب من الآخر. إنما معادلة التواضع في الإسلام إن أنت تنزل من علوك وتضع نفسك في الأرض مع الناس الغلابة العاديين وهم يعرفون لك قدرك مع تواضعك. مثال كان صلى الله عليه وسلم النموذج الأوفى في التواضع، فهل حد من الصحابة قال له منور يا حمادة ولا يا رسول الله بكل أدب؟ ده دليل مبروك عطية على إن معادلة التواضع عندنا مختلة. أنا ممكن أفطر مع الساعي بتاعي في الكلية، تاني يوم الساعي لو مش فاهم المعادلة دي يقول لي صباح الخير يا بركة. بركة؟ وعشان أفطرت معاك بقيت بركة؟ وهلوم مجرة بقى، وهلوم مجرة. طب دكتور مبروك أحياناً بيستخدم قناع الغرور لما بيتباهى أو بيتعالى شوية بالدرجة العلمية بتاعته؟ بقول لك البطاقة يعني معاك. حضرتك مرة قلت لواحد ما فيش نتيجة دلوقتي، أسكت واسمعني أنا دكتور. طبعا وأنا إيه غير دكتور؟ لا إله إلا الله، يحترم الشقة اللي أنا أفديته يا حبيبتي. أنا بقالي 60 سنة في العلم من أول كتاب سيدنا لغاية هذه اللحظة، وأنا لا شغل لي ولا هم لي في حلي وترحالي وأسفاري وتدريسي في جامعة الأزهر وتدريسي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، وأنا صاحب كتاب. أيوة. وأنا عميد. استدعيت أستاذ مساعد شايف نفسه شوية، قلت له يا ابني أنا عملت كتب، لو أنت وعشرة قعدتوا معاك تنقلوها بس بخط إيديكم قدامكم 60 سنة. دكتور مبروك في كتبه ناقل ولا مبدع؟ الاثنين طبعا، لابد لابد للإبداع. يعني عندما تعجز اللغة ده منقول ولا لا؟ مش منقول، لان لم يكتب فيه احد. اصل في مؤلفات سابقة بنفس العنوان. ابدا ابدا، في عندما تعجز اللغة. عندما ايوه ايه يا فندم؟ في يا فندم، في عندما تعجز اللغة، عندما تعجز اللغة عن التعبير عما بداخلي، عندما تعجز اللغة عن التصوير، عن البيان. احنا بنتكلم على العنوان فقط، احنا ما قريناش العنوان. عندما تعجز اللغة عن التعبير والبدائل بقى اللي هي ربنا اختارها لنا، النبي عليه الصلاة والسلام اختارها لنا، اشياء من هذا القبيل. حضرتك في فترة شبابك كنت عامل ازاي؟ كنت متشدد؟ كنت متحفظ؟ شوفي انا لم اعرف لي شبابا ولم اعرف لي صبوه ولا صبيه ولا صبي. طبعا قالوا لك اللي بيلعب بايظ. الله يسترك، جبت الخلاصه. ما حسيتش ان في حاجه فاتتك يا دكتور؟ احكي لك نادره من نوادر ابويا الله يرحمه. الله يرحمه. لما دخلت الازهر كان عندي 10 سنين ونص، والأزهر كان وما زال لا يقبل إلا من سن 11 سنة. فدخلت باستثناء من شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم، فكنت أصغر طالب في الأزهر، وبالمناسبة أصغر دكتور في الأزهر وأصغر أستاذ في جامعة الأزهر. حفظت القرآن الكريم وحضرتك عندك 7 سنين؟ 7 سنين بالضبط. لا الشاهد يعني. فلما جم حصة التربية الرياضية قعدت عير، وأنا 10 سنين ونص ما نزلش ألعب أبدا، أنا جاي أتعلم هنا مش جاي ألعب. يا ابني ده تربية رياضية وتقوية أبدان ومقررة، مفيش فايدة. طفل عنده تروما من اللعب، فاهم إن اللعب ده غلط. الله يستر، فشل بوظان. المهم شيخ المعهد اللي هو عميده يعني أو الناظر بتاعه قال يجي ولي أمره نفهمه وهو يفهم ابنه. فأبوي عليه رحمة الله وأمي وموتى المسلمين جه قابل شيخ المعهد فنزلوني، فحضرت لقاء والدي قاعد كده وشيخ المعهد قاعد كده، وشيخ المعهد بيعرض المشكلة على أبتي عليه رضوان الله. ابنك يا حاج رافض يحضر حصة الألعاب التربية الرياضية. قال له والله برافو عليه شاطر معاه حق، فرحتني بمبروك يلعب. شيخ المعهد الله الله يرحمه خدها من قصيره، قال ما تتعبوش نفسكم خلاص، يأس لما تيجي حصة التربية الرياضية مبروك يحضر حصة نحو أو حصة رياضة في فصل المجاور. فضلت طول عمري تيجي حصة التربية الرياضية زمايلي المحببين إلي، على فكرة نصنا بقى أساتذة الجامعة كلهم ينزلوا 2-2 وأنا أقول مع السلامة ربنا يعينكم واضحوا الفصل اللي صوتهم وهم بيلعبوا. يا دكتور ما كنتش بتحس إن نفسك تلعب معاهم بس لا عشان ده غلط؟ هي ما كانتش بتيجي على نفسك كطفل؟ شوفي هقول لك على حاجه، والله فكره حلوه ان انا اناقشك في يعني في اللي بتقوليه كده اول باول، لان في افاده. اللي بتقوليه حضرتك كان
وما كانش إحساس على نفسك. الكلام ده كله لم يرد على خاطر بدليل برضو اللام تحتها كسرة بدليلي لي. بدليلي أيوة قول الله تعالى وقالوا سمعنا وأطعنا. فالواحد لما يسمع معلومة من بيئة يثق فيها يبقى اللي بيلعب بايظ، لا له دعوة بقى بنفسيته، جت أثرت في نفسيته ولا خطر على باله، هي سمعنا وأطعنا. لما كبرت بقى ما حسيتش إن في حاجة فاتتك؟ إطلاقا لحد دلوقتي؟ أبدا أبدا. حضرتك قلت إنك دخلت السينما مرة واحدة بس وأنت صغير، جبت الكلام ده ما كررتهاش والله، وندمت وزعلت على الفلوس إنك ما اتعلمتش بيها حاجة. أنا كان معايا عالم من أعلام مصر الله يرحمه اسمه عبد الحسيب الخناني، كان زميلي في معهد منوف الدين، وقعدنا حوالي أنا فاكر شهرين نتشاور في موضوع دخول السينما بتاعت منوف عشان نشوف فيلم ونشوف السيما دي هي إيه، ونقول الموضوع ياخد له دقيقة ونشوف اللي ورانا من المذاكرة. وبعد 3 أيام نقول يا جماعة فاكرين موضوع السينما؟ أقسم بالله كأني بصور لك الواقع اللي موجود ده. إلى أن قررنا ندخل سينما منوف والنفر ب3 قروش التذكرة. عارفة 3 قروش يعني إيه؟ يعني الجنيه يدخل 30 واحد وأكثر من 30 واحد، الجنيه تذاكر 30 ب90 قرش ويبقى كمان 3 يدخل. وشفنا الفيلم وخرجنا، اللي أنا فاكره كويس جدا هو ما ارتسم على وجوه زملائي. كان فيلم إيه يا دكتور؟ فاكر؟ فاكر طبعا. كان فيلم إيه؟ عمري ما انساه. إيه؟ كان اسمه الساعة تدق العاشرة، محمود ياسين الله يرحمه. الله يرحمه. الساعة تدق العاشرة، ولذلك أنا فاكره لأن كلنا بقينا نعمل كده لما خرجنا من السينما. الساعة كام؟ 10 فاتت، يعوض ربنا علينا في ليلتنا اللي مذكرناش فيها إيه اللي إحنا عملناه ده. ست منى، إحنا اتولدنا في بيئة ما فيها كهرباء ولا فيها مية ولا فيها تليفون، وأنا كنت بكتب على مدى 15 سنة في الأهرام العربي باب اسمه غواص، فكتبت المقال عنوانه دار بلا فواتير. فدارنا ما كانش بيجي لها فاتورة لا فيها كهرباء ولا فيها مية ولا فيها تليفون ولا فيها فن ولا فيها لعب. فيها فن يستاهي بقى اسمعي. فيها فن يعني عجز عن تصويره المصورون وفشل في العثور عليه الباحثون عن الفن. فيها فن جميع من فيها بيسمع أم كلثوم وبيصبح حافظ الأغنية بتاعتها. وأنا ما زلت وأنا صغير راحت الأغنية وراح كاتبها وملحنها وبقيت كلماتها اللي ينفع تتقال في السياق الإلهي. هواك نسى الزمان طبعه وخد منه الأمان لينا ودارى عننا دمعه وخلاه ما دري بينا. هواك هو اللي خلى العمر غالي وبالسن يحسبه مش بالليالي. أودي الكلمات دي فين؟ وهل واحد يسمع الكلمات دي ويبقى فاهم معناها تقولي عايش بلا فن؟ أيوة. والسينما لا ليه يا دكتور؟ شوفي كان زمان ضيفي لقول القائلين اللي بيلعب بايظ السينما لعب عيال. قبل بقى الناس ما تتنور وتتحضر وتعرف انه فن راقي ده رأي حضرتك لحد دلوقتي؟ لا يا حبيبتي، انا ليا رأي بجملة واحدة. الصيادين بتوع الميديا هدية شدية اللي هيسمعوني أنا وإنت دلوقتي إن شاء الله مش هيجدوا كلمة واحدة تحقق مقربهم، بقول لهم ناموا أو اكسروا الألم لهبة للي معاكوا ده. الفن كله في نظر مبروك عطية رسالة توجيه مجتمعي نحو السلوك الأفضل والخلق الرفيع والعمل الرشيد. أدى هذه بقى فن، أدى غيرها يبقى لهو، ونقلب الصفحة على فكرة. طب وحضرتك لما ترفض السينما بشكل عام تعرف ازاي هي بتقدم رساله ولا لا؟ بتبني مجتمع ولا لا؟ شوف انا هقول لك، حلو السؤال ده قوي. انا الود ودي ان انا اعرف قبل ما ادخلها ان اللي انا هشوفه ده قبل ما ادخله قبل ما اشوفه رساله راقيه من تعبير النقاد والمثقفين واللي شافوه قبلي وهم امناء عليا. مبروك عطيه. ماله؟
مبروك عطيه في النهايه. حكم حضرتك على السينما والفن. ولا اشوفهم ولا بشوفهم. انا ما بشوفهمش، مفيش لا وقت عندي ولا استعداد نفسي ان انا محروم من حاجه عايز اشوفها اطلاقا. لكن حد من احفادي حب يدخل السينما، كنت سعيد جدا وانا بقول له عملت ايه، وما سالتوش ايه مضمون الفيلم واحكي لي، لا خالص. هو عايز يروح السينما يروح سينما. ما سالتوش حتى عن الفيلم خالص. اساله ليه؟ اللي شافه شاف، المهم ان هو ناجح وطلع الاول. يعني ده اللي يعنيني انا. لما راح سينما لعب كوره. طب انا عندي كابتن احمد طه مبروك. ان شاء الله يبقى امتداد لمحمد صلاح. والله العظيم هتسيبه يلعب جدا عشان اللعب ده بيجيب فلوس؟ عشان اللعب ده بيجيب فلوس؟ لا خالص. الله. لا خالص. لانه واحد الاول على معهده. ده اللي يهمني انا، عايز يحقق له رغبه، عنده رغبه. بس ده درس عمرك يا دكتور، درس عمري افرضه على حفيدي بعد زي ما قلت انت 50 سنة. ما هو والدك فرضوا عليك. والدي فرضوا عليا لان والده فرضوا عليه وتعاقبت الاجيال على هذا. وعلى فكره الناس ما كانش عندها استعداد تعرف غيره، لاني انا بقول لك لا كهرباء ولا مي ولا تليفون، والارض تسقي. طب ما حضرتك قلت لازم الاب والام يفتشوا موبايلات اولادهم. هو انا مش فاكر كلمه يفتشوا، ولكن يتابعوا. قلت من حق الاب والام تفتيش موبايلات اولادهم؟ طبعا بقى مصممة على التفتيش، خليها تفتيش. هو تفتيش أمن الدولة؟ لا خليها تفتيش، إيه المشكلة؟ ده ابني. ابني؟ ده ابني. معناها إن أنا أفرض عليه أفكاري وأتخطى خصوصيته؟ لا وأتجسس على إطلاقاً. أشياء ده دي ده دي ده دي إضافة إلى خصوصيته، يعرف إن له أب. إزاي يا دكتور؟ يا نهار أبيض. ده المفروض أعلم ابني إنه مش من حقه يتطفل على خصوصيات حد. أنا لما أمسك كراسة لابني وإنه يكون مستقل مش تابع. أنا لما أمسك كراسة لابني وألاقيه كاتب موضوع حلو لا أثني عليه، لما ألاقيه كاتب موضوع سيء لا. تمسك كراسته يا دكتور معرفش مين، ولو إنه المفروض لما هو يعرضها عليك مش المفروض برضو إن حضرتك تفتح كتابه او كراسته لوحدك بدون كويس. اذنه كويس على فكره. الموضوع ده فيه شويه مغالطات يا ريت نصلحها. شفت حديث النبي عليه الصلاه والسلام؟ انت ومالك لابيك. هيبقى تليفونك مش لابوك؟ لا لا لا، ده معنى تاني يا دكتور. طيب ما تلعبش باللغه معايا. انت قادره؟ ده معنى تاني. يبقى انت قادره. اولا هو ده تأثيره على شخصية الطفل غلط. خلاص. حضرتك ما بتعلموش الاستقلالية. حضرتك ما بتعلموش حدوده اللي يقف عندها. وانا حريحك. في خصوصيات الآخر. انا حريحك. ليه مش عايزة بعدين ترتاح؟ ولا تجسسه. ليه مش عايزة ترتاح؟ إذا كان ده هيأثر بالسلب على ابني والله ما اجي جار. إن ما كانش ابني هو بنفسه يديني شنطته ويديني موبايله وشوف يا بابا اطمن عليا، وساعتها مش هشوف. العملية سهلة. أنا ابني يا حتة مني يا شخصية منفصلة. شخصية منفصلة هنقول بقى له وعليه. لا ابني حتة مني يا سلام، وله استقلاليته كأي شخص آخر. والحتة منك ما تسمحلكيش بإنك تلاقي عندك تايم TIME إنك تشوفي مين بيكلمه. لا، إذا هو يسمح بشيء أنا معاكي بقى. إذا لا يسمح لا أتطفل على خصوصياته. أنا بقى معاكي بقى هنا. ولا هز شخصيته. أنا معاكي هنا. وبعدين إحنا في 2024 يا دكتور، الدنيا بقت مفتوحة لدرجة مفتوحة استحالة السيطرة عليها. يا ريتها ما اتفتحت. فما بقاش ينفع تربية الكنترول. على فكرة كلمة مفتوحة برضو كلمة تخليني أقف. مفتوحة بالخيبة وبالخسارة وبالفشل وبأزمة الدولار وبغلو الحاجة حتى في أمريكا. مفتوحه ايه ونيله ايه؟ بس خلينا واقعيين. يا ريتها ما اتفتحت، يا ريتها كانت مقفوله والناس بتحترم بعضها. بس مفتوحه كمان على الفنون وعلى الثقافات وعلى العلوم. ما حصلش اللي حصل لاطفال غزه ونساء غزه ورجال غزه ورمضان غزه. مفتوحه ايه بس؟ هي مفتوحه بشويه تكنولوجيا، ده الفتح اللي احنا عرفناه. يعني ما شوفي انا معاكي، هرجع تاني الحمد لله انا لسه فاكر لكلمه حضرتك. إذا كان هو يسمح، لا أنا ليه عبارة أدق بقى. إذا كان هو يحب مش يسمح بس، يعني هو يا حبيبتي أصلي لنا يا ربي أجيبها لك من الوتد، الحبل من الوتد. في عندنا تعبير فلاحي كده اسمه هات الحبل من الوتد، يعني هات الموضوع من الأول. من طرف الحبل. أي والله العظيم. ابني
يا حتة مني يا أنظر وان. إذا كانوا حتة مني والله هيحب وهيعشق ومش هينام إلا في حضني. ما هو ده غلط يا دكتور. لا، الصح والصحي والمتوازن ابني حتة مني وينام في حضني ويقعد على حجري طول الوقت، ما يطلعش من حضني. ولما يجيب الموبايل ياخده ويجيب حتة تانية. ولكن مهما كان حتة مني هو مازال شخص مستقل. مستقل حتة مني مش معناها انه خلاص ما فيش حدود وما فيش مساحات شخصية. على رأيي حتى بين الزوج والزوجة. على رأيي الزوج والزوجة حاجة تانية كبيرة. انت فتحت فايل كبير جدا ووسعت المساله. على فكره عايز اعمل ربط بين الاثنين. ما هي الام عليها دور كبير جدا في ربط الجزئيه بين الابن وابوه. طبعا احنا ما حبيناش ابونا الا عن طريق امنا. طبعا ابوك شقيان، ابوك تعبان، ابوك في الغيط، ابوك متبهدل، ابوك بيعزق، ابوك بيروي، ابوك بيعمل، ابوك جعان عايز تاكل قبل ما يجي ابوك. استنى اعمل لك تصبيره كده، لقمه خفيفه كده حتى ياتي ابوك. فالام هي السبب في ان الاب يتعلق به بنوه او لا. ما دام الام شايفه انها مستقله وانها حره وانها تبقى وهي كونها ام زوجه يعني لها موبايل بيكلمها الشرقي والغربي والاوروبي والمصري والتافه والمنحرف والمعتقد والكافر والغير والوان الطيف كلها وهي حره تبقى دي نيو لايف. انا اسف ما اعرفش ليه حضرتك بتروح لاقصى اليمين واقصى اليسار. على رايك الحياة يجب أن تكون متزنة. أيوة. الإنسان يجب أن يكون معتدل. أنت عندك شك يا أبونا أن أنا أعرف الكلام ده؟ أنت عندك شك أن أنا أدعو إلى الاتزان؟ عارفة الحياة. أن حضرتك عارف ومطلع ومتابع. يا أبونا أنا لسه أتكلمك من 10 دقايق أو 5 دقايق عن كتاب ليا اسمه دين المعادلة. حد فكر يكتبه؟ حاول كده سيرش في كنترول، يعملوا سيرش على جوجل ويكتبوا الإسلام دين المعادلة كده. حد كتبه؟ محدش كتب. دكتور مبروك عطية عنده حتة كده عصبية أو غضبانة، حتى كتير بترد على متصليك بالغضب ده أو بالعصبية دي أو بتختار النرف العالي. هو من باب الحرص والحب. وإني أنا ليا كلمة أولادي وتلامذتي في الجامعة كلهم عارفينها وبيسمعوني دلوقتي. أنا طول عمري ما عرفتش أتكلم من مناخيري، بتكلم من هنا. واللي كان كلامه من قلبه الله يستر عليه. كتر خيره انه يعرف يتكلم والناس تسمع. اما الكلام اللي هو من طراطيف المناخير بقى لا الحقيقه ما كانش صح كده والراي كذا ده كلام المناخير، خايف ان اللي يتكلمه كده ينام بعد الدقيقتين اتنين ما يعرفش هو بيقول ايه. انا بتكلم من قلبه حاجه تانية، وربنا ما بيقبلش الا الكلام اللي من القلب. حتى ان الذكر باللسان سماه العلماء ذكر الكذابين. مع ان اللسان بيقول كلمات حلوه قوي. حلوه قوي. واسمها ايه؟ كذاب يا خيشه. كذاب يا خيشه. مش احنا على المسرح؟ مبروك عطيه بيحب يطلع على المسرح وممكن يبقى جواه فنان مسرحي صغير. ايه المانع يعني؟ موجود؟ ايه المانع؟ موجود؟ زي ما لا مش موجود. ما كنت عايز حضرتك قلت ممكن اعمل دور البرعي بتاع شاهد ما شافش حاجه. اعمل دور اي حد في بس الدنيا بس يدوني مليون دولار. لا مليون دولار قليل دلوقتي، ده الكلام ده طلبته. ايوه كانوا ساعتها ب 40 مليون. لا دلوقتي 10 مليون دولار مثلا وديهم للغلابه والمساكين. مش عايز اقبض منهم دولار واحد. والله العظيم يروحوا غزه. انا بحلف بالله العلي العظيم. مش هقول كلمه وحشه ولا اقول كلمه عيبه ولا ولا هتجاوز حد من حدود. دكتور مبروك بيحب. انت شاطره ومجمعه معلومات كتيره. حضرتك تستاهل، تستحق المذاكره. اشكرك. حضرتك بتحب اكتر او بيعنيك اكتر الشهره ولا الفلوس؟ الله يلعنها في كل كتاب الشهره. الشهره مش الفلوس. والله العظيم. دي وباء. يكفي انها بتقيد البني ادم انه ما يعرفش يمشي، ما يعرفش يمشي. ويكفي لما تروحي مشوار 3000 على الاقل عايزين تصوروا. هل انت عندك طاقه تسمح ل 3000 واحد عايزين تبتسم بقى في وش الكاميرا، تبتسم في وش ده، عضلات وشك توجعك. غير انك تبقي ماشيه كده سلام الله جنب الحيطه يعني. والله العلي العظيم انا طول عمري امشي جنب الحيطه. ولا فكرت بالشهرة ده كيوم. حياتك صورت برنامج بالفعل مع مشاهير وفنانين والبرنامج ما اتذاعش، وكان في حلقة مع عمر كمال وغيره. بالظبط.
وما تزعش. ما تزعش ليه؟ ما احلمش. انا دوري خلص الاستوديو. سلام عليكم. كان بيدور في ايه؟ كانت الحلقه عامله ازاي؟ موضوعاته ايه؟ موضوعاته كان لقاء مع نجوم الناس تعرفها، ما حدش كان بيعد لي، انا اللي كنت بسالهم. يعني في حلقه عمر كمال ده طلب منه يقرا ايه، ما دام صوته جميل كده يقرا لنا ايه كده، حاجات كده طريفه، حوار خفيف ظريف ملوش دعوه بالفن نهائي. مجرد ما اتنشرت صوره لحضرتك مع عمر كمال حصل هجوم فظيع، لدرجه ان عمر كمال نفسه قال انا مش عارف ادخل المسجد اصلي من كتر هجوم الناس عليا. والله شوفي، الميديا لها حسنات اكيد ولها سيئات، وسيئاتها اكتر من حسناتها، لان كل واحد معاه موبايل بيكتب اللي هو عايزه. فالميديا دي انا بشبهها بالهبله اللي مسكوها طبي. والله العلي العظيم، الطب الليل والنهار، وصح وغلط، وماشيه مع الايقاع وعدم الايقاع. ما كنتش حضرتك متوقع انه عالم دين لما يصور حلقات مستضيف فيها فنانين ده هيعمل جدل؟ هو هيعمل جدل في نظري منى هانم، هيعمل جدل في حلقه لو انا على المسرح معاه وبنرقص. والله، او هو بيغني وانا بقول هي. انما اهلا يا عمر، ازيك يا عمر، عامل ايه، امتى ابتديت تغني، امك راضيه، بتعمل ايه مع امك، جبت ايه لامك، صوتك حلو، اقرا لنا ايه. ايه اللي يمنع كده؟ طب والفنانات يا دكتور، لما مثلا حلقه مثلا وفاء عامر قلت لها ايه؟ كنت بتقول ايه للفنانات؟ اللي بقوله للرجاله. مفيش ما والله العظيم ما عندي حوار يختلف. إنما بطبيعة الأنثى الحاجة اللي هي تحب تقولها، الحاجة اللي أثرت في حياتها، بيتها، جوزها، عيالها، حاجات كده، حوار هادي وجميل جدا وكان عاجبهم قوي 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 قوي. مونولوج التحول في حياة دكتور مبروك عطية كان فيديو زينبه الشهير. منادى مبني على الضم في محل نصب. ايوه بس الافيه كان لا حلو. لا اله الا الله. الافيه كان حلو يا دكتور. لا لا، وكان فتحة خير على حضرتك. طب زي بعض، انت شايفه كده؟ أيوة، انا شايف كان فتحة خير ليه؟ والله حضرتك بقيت مشهور وبقيت مطلوب بالكم مليون اللي شافوا يا زينبه. طيب فهموا منه ايه؟ ده اللي يعنيني في المقام الاول. طب ما حضرتك بقيت مطلوب وبقيت مشاهداتك اكتر وبقيت الناس تتفرج عليك اكتر. ايوه فهموا ايه يا فندم؟ انا معاكي تاتا تاتا. اكيد اللي تابعوك بقى فهموا كتير من كلام حضرتك ومن نصائح حضرتك ومن ارشادات حضرتك. انت عارفه كان اتصالها بخصوص ايه؟ بنتها اتجوزت وخلفت. ايوه واتطلقت. ايوه ضربت، وهم مسكوا وضربوا الواد وسرقوا العفش واشتكوه وحبسوه. انت عارفه سؤالها بقى اللي خلاني اصلي ركعتين على فكره شكر بعد ما خلصت الحلقه في دريم. اسجد لله شكر ان ما قلتش كلمه. حضرتك قلت انه مسكت نفسك جامد جدا عشان ما تشتمهاش. حلال ده ولا حرام؟ يعني بالذمه بعد ما ضربناه وحبسناه وسرقنا العفش ايوه وبنسال حلال ولا حرام؟ احنا بنقول سرقنا وبنسال حلال ولا حرام. ايوه تخيلي. بس الفيديو ده كان مونولوج تحول، كان نقطة تحول كبيرة في حياة دكتور مبروك. والله لا نقطة تحول ولا تحولت بعده، ولا هو كان نقطة، ولا مفترق طرق، ولا حاجة. أنا قصدي تحول لحضرتك مع الناس يا دكتور. مع الناس شهرة. حضرتك اتشهرت أكتر بكتير وتعرفت أكتر بكتير وجمهور حضرتك زاد. أنت قادرة. أيوة وبقيت مطلوب أكتر. حضرتك ما حسيتش بده؟ لا. بجد؟ والله العظيم. أنا بس اللي حسيت بيه إن واحد ورهولي كام و40 مليون. الكلام ده من كام سنة. فعرفت إن الناس بتضحك على 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 أول حاجة. ولغاية دلوقتي، لغاية دلوقتي حتى لما الناس بيفتكروا حضرتك أول حاجة بيفتكروا حضرتك بيها الفيديو بتاع زينبه. بالظبط. أنا الأستاذ دكتور اللي ناقش ابني في الدكتوراه. عندي أكبر أولادي دكتور طه مبروك، دكتوراه في طب وجراحة الشبكية. خد دكتوراه من القصر العيني. الأساتذة اللي بيناقشوه أنا كنت موجود طبعًا، قالوا يا زينبه مش الشهرة وصلت لغاية فين؟ طب شفت بقى عامل نفسك مش عارف ليه يا دكتور. طيب لا، طب ما أنا كنت قبلها مش نكرة. لا لا لا، مش قصدي كده، مش ده المقصود. العفو يا دكتور، لا مش ده المقصود. أنا قصدي إن هو كان نقطة تحول جماهيرية. والله سببه والله سببه الضمة بتاعت البيت. يا زينب. أي أيوة والله العظيم، ده دليل على الضعف اللغوي عند الناس. لا ورد فعل حضرتك برضه على الكلام اللي اتقال. أكيد يعني أكيد تلقائية بقى.
هو كان رزق يا دكتور. يا سلام. ايوه كان رزق ومكتوب لحضرتك، وكان رزق كمان ان حضرتك ما تغلطش فيها. ايوه ده كمان كان رزق. ده كمان كان رزق، لان في حاجات تخرج عن طاقه الانسان. لما يلاقي حد بيسال اضرب ابويا حلال ولا حرام، اضرب ابويا يا ربنا يقول فلا تقل لهما اف، فحرم انك تقولي لابوك اف تضربيه. خطا طبيب اذى عينين حضرتك، سامحته؟ والله انا زي ما انت شايفاني لابس النضاره السوداء استرها عن عيون الناس، لاني ادخل عليهم بالمسره بالورود. فاردت الا اكون مسرا من جانب ومسيئا من جانب اخر. واردت يا عين الرحيل فشمرت عن ساعد الفقد المنايا والمحن، أيقظت جرح الفقد من سكراته، وقضى الكتاب عليك عيني والسنن، فإذا بكيتك بالدموع فما أرى إلا الشمال تجود وما يسعفها الوسن. أكتر فصل بتحبه في روايتك، في حياتك، في قصتك، الفصل المحبب إلى قلبك؟ هو قبل مناقشة الدكتوراه وكنت بحلم كل يوم حلم، عشان كده لا إن أنا جات المناقشة والمشرف طلب مني أقول ملخص الرسالة، بفتح الشنطة ما لقيتش الملخص، قلت له أقول من الذاكرة يا فندم، دي بها بهجة تانية خالص خالص. ومناقشتي كانت مناقشة عجيبة من 8 الصبح ل 6 المغرب، وخدت مرتبة الشرف الأولى، تاريخ موجود في الدفاتر الكلام ده. شفت غلب كتير؟ كل حاجة غلب والله العظيم يا بنتي. لو عايزة تتعلمي مني حاجة، أنا لما أحب أبتسم أسأل ربنا إنه يخفف عني بابتسام. وأسوأ حاجة تنكد عليكي إنك تقولي وما تتفهميش. حصل معك؟ حصل معك؟ عمري كله. عمرك كله بتقول وما تتفهمش؟ طبعا. من فصل البداية لفصل الصراعات مع دكتور مبروك عطية. ده مش خروج عن النص ولا خروج عن الضوابط. لا لا، أدي كل القضية خاصة بموضوع علمي اسمه الإتباع. سؤال أبجدي يعني، ومع هذا الناس عندها شهوة. أديلك مثال عملي. فمن حق الزوج على زوجته لا أحب إليكي ولا لما أنا أقول لك شوفي، أقولها كده ولا أقولها نمبر وان بط، ولكن بقول اللي هي مش سترة نفسها البسي أفة وعيشي، البسي أفة وعيشي، يبقى حريص على حياة البنت كل الحرص. الفيلسوف يحلل زي ما حضرتك بتحللي. أيوة طبعا. لا. ربنا What is the meaning of ربنا اللي هيحاسبني؟ What is the meaning of يعني it's not your business. يعني بتدور عليا بس خلاص.